تمام، بس تقدر تعمل ريكورد، لا تنسى. لا خلاص. دور. طيب بس البي اس ايه احنا اخذناها، بس بدي ارجع اكد عليها لانها من الانستركشنز المهمه. كويس. البي اس ايه اللي هي برانش اند سيف ريتيرن ادرس، برانش اند سيف ريتيرن ادرس، هيك اختصارها. شو الفكرة منها البي اس اي؟ خليني اشرحها بالاول على جنب وبعدين نرجع نشوف السلايد. بس يا شباب، انت في عندك برنامج كاتبه instruction 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 instruction، بعدين هون عامل كول هون عامل كول لسب روتين، وبعدين instruction 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 instruction، وبعدين انتهى برنامجك هون end. وهسه السب روتين نفترض انه البرنامج تبعك مبلش على ادرس 100، هاي بتكون 101 102 103 104 105 106 107 108 109. ون اذا بنشتغل هيكسا بيكون بعديه هيك 108، وإذا بنشتغل ديسمال بيكون 110، 10B 10C. كويس. وبعدين انت السب روتين تبعك كاتبه على ادرس مثلا 300، كاتب السب روتين اللي هي يعني انت بتكون عامل كول، يعني كلمة سب روتين خلينا هون كول مثلا مثلا نحكي function، وهاي الفانكشن هون نبلش instruction 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 instruction، وبعدين آخر إشي اللي هو بده يكون يعني نهاية السب روتين يعني. كويس. يعني هون بدي أحط مربع هيك، وهاي نهاية السب روتين. طبعا الفانكشن هاي عبارة عن كول لأدرس، يعني أنت الأدرس نفترض إنه الفانكشن جاي على أدرس 300 يعني كأدرس، فهون معناته انت الادرس راح يكون اول اشي، هاي راح تكون الادرس، هاي راح يكون 300، هاي راح تكون 301 302 303، وهاي اخر اشي راح تكون، يعني هاي راح تكون الادرس اللي هو 304. هسه الانستراكشن اللي بنستخدمها مشان نعمل كول لفانكشن او لسب روتين عندنا هون اسمها بي اس اي، وبتعطيها ادرس بدك تروح عليه. فانت راح تكتب فعليا، لو رحت على الميموري جوا الميموري راح تكون كاتب لما يتحول لباينري، طبعا هون بي اس اي لفانكشن، يعني انت راح تروح على فانكشن، يعني مكان هنا جوا راح يكون دايركت. بعدين البي اس اي، شو ترتيب البي اس اي؟ حسب الاوب كود تبعتها، وبعدين الادرس 300، احنا قاعدين بنشتغل هيكسا صح؟
راح يكون اللي هو الادرس 0011 بعدين 0000 بعدين 0000. هون بكون الاوب كود تبعت البي اس اي، ناسي هي كأنها 6. خليني اتاكد احسن. خلاص فيش داعي، يعني انتم عارفين هون بكون الاوب كود، يعني هذول فهي بتكون الاوب كود، يعني هذولا اللي هي الاوب كود للبي اس اي. طيب هالسعيات بالعادة احنا بنعرف انه باللغات العادية سواء بالسي بلس بلس او باي لغة بتتعلمها، لما تعمل كول لفانكشن شو بيساوي هو؟ بس يلاقي هاي بده يقفز لهون يبلش ينفذ الفانكشن، ينفذ اول ستيتمنت الثاني الثالث الرابع، وبعدين وين يرجع؟ يرجع لهون، وينز يرجع لهون. السيات لما يعمل فيتش للبي اس اي او اللي هي الكول للفانكشن، هاي الانستركشن لما عملها فيتش، قبل ما عملها فيتش بتكون البي سي قديش؟ البي سي بتكون تساوي 107، فبيجيب هو ميموري اوف 107 اللي هي البي اس اي، كويس بيجيب ميموري اوف 107 اللي هي البي اس اي، هيها تكون هيك. طيب هالسايات لما بده طبعا على طول بعد ما يعمل فيتش، بعد ما يعمل فيتش قديش بصير البي سي؟ بصير البي سي 108، هيك اتفقنا صح؟ انه بزيد واحد على البي سي. فهو فعليا لازم يرجع، يعني المرة الجاية بعد ما يخلص الفانكشن يروح على الفانكشن ويخلصه، لازم يعمل فيتش لل 108. بس هسه مشان ينفذ تاعات الفانكشن، مشان ينفذهن لازم البي سي تصير قديش؟ 300. لازم البي سي تصير 300، فلازم البي سي تصير 300. إذا صارت البي سي 300 راح أروح لهون وبلش ينفذ من هون، كويس يبلش ينفذ من هون. بس إذا صارت البي سي 300 ال 108 شو صار فيها؟ ضاعت. لما يكمل بالأخير ما بيلاقيها، بتكون البي سي قديش صارت؟ صارت 304، بتكون البي سي صارت 300 بعدين 301 302 303 304 بصير 305 وبرجع. لما يرجع المفروض يرجع لازم تصير البي سي 108، طب منين بده يجيبها؟ فلازم معناته قبل لازم انه يخزن، شو يخزن؟ البي سي لازم يخزن البروجرام كاونتر، لازم يخزن ال 108 مشان يلاقيها. ماشي يلاقيها. هون قرر هو انه يخزنها بالادرس هاب اللي هو 300، اللي هو أول، إحنا بالنسبة إلنا أول instruction بالسبروتين. بس شو عمل هو؟ ما استخدم أول مكان اللي هو الأدرس 300 اللي هو الليبل تبعت الفانكشن، اللي هي الليبل فانكشن اللي هي قيمتها الأدرس تبعها 300. فهذا المكان قرر يخزن فيه البي سي لما يروح ينفذ، بعدين ببلشن الانستركشنز تبعت السبروتين، ببلشن الانستركشنز تبعت السبروتين. ففعليا اول انستركشن لها معنى راح تكون على 301، الانستركشن الثاني على 302، الثالث على 303 وهكذا. ماشي؟ وهو هيك بيعمل انه بخزن ال 108 على اول ادرس بالفانكشن اللي هو ما بيكون كاتب فيه انستركشن لها معنى.
يكون تارك يعني شيء زي فاضي مشان يخزن فيه البروجرام كاونتر. لما يكمل اخر انستركشن هون راح تكون انه يجيب البي سي اللي خزنها هون على 300 وحطها، يعني القيمه اللي هون خزنها على 300 وحطها للبروجرام كاونتر، فيصير البروجرام كاونتر قديش؟ يصير البروجرام كاونتر 108. فهو راح يصير البروجرام كاونتر تصير تكون 107، بس يعمل فيتش للبي اس اي اللي هي هون البي اس اي على ادرس 107، بتصير البي سي 108. بس ينفذ هاي اللي هي بي اس اي لفانكشن، بروح بخزن، بروح بعمل اللي هي ميموري، بعمل ميموري اوف 300 بحط فيها ال 108 كويس، وبعدين بعمل البي سي 300 وبزيدها واحد كويس، بعمل بي سي 300 وبزيدها واحد، فبتصفي البي سي قديش؟ 301. البي سي بتصفي 301، وبعدين ببلش عادة يعمل فيتش وديكود اكسكيوت، فبصير البي سي بعديها قديش؟ 302 303 304. ال 304 هاي اللي هي هون هاي لازم تكون هاي اخر مرحلة، لازم ترجع البي سي قديش؟ 108، لانه هاي هي خلص بالنسبة لنا اللي بده يرجع بعديها. فهاي بده يكون هون اشي، بده يكون هاي اللي بده ينحط هون لازم يعمل بي سي قديش؟ يعمل بي سي 108 اللي هي ميموري اوف 300 كويس، ميموري اوف 300. الريتيرن انستركشن خلينا هسه نروح على ونشوف انه مين الانستركشنز اللي راح يفيدونا بالحكي هذا. هاي الانستركشنز تبعتنا، لاحظوا الـ PSA شو بتعمل؟ الـ PSA رجاوب؟ أيها ما هي بدناش تجاوب. PC بتروح على memory of AR، PC بتروح على memory of AR، و AR plus 1 بيروح على الـ AR، وبعدين AR بيروح على الـ PC. اتذكروا الحكي هذا ماشي؟ الـ PC الـ PSA بتاخذ الـ address، تودي عليه البروجرام كاونتر، وبعدين AR بلس 1 بتروح على AR، وبعدين PC بيجيها الـ AR وزيرو على السيكونس كاونتر. الريتيرن اللي هو عفوا البرانش شو بتعمل؟ تاخذ الـ AR بتوديه على الـ PC، بس الـ AR بتوديه وين؟ على الـ PC ماشي، الى ار بتودي على البي سي. تذكروا هذول الثنتين هذول مرتبطات ببعض ماشي. خلينا اعيد لكم، البي اس اي بروجرام كاونتر على ميموري اوف اي ار، خلينا مشان الـ PSA وهاي الـ Branch and Conditioner.
طيب اتفقنا احنا انه احنا بنكتب بي اس اي، نكتب بي اس اي 300 ماشي. السبروتين تبعي اللي هو الليبل له فانكشن، طبعا بنكون كتبنا بي اس اي فانكشن، نكتب مش احنا ارقام، نكتب ليبلز بس الفانكشن والليبل متساويات 300، يعني هي الادرس 300 في مكان، بعدين 301 قلنا 302 303 304. اتفقنا انه اول اشي لازم طبعا البروجرام كاونتر قلنا هاي جاية على 107، هاي الادرس تبعها 107 بالشرح اللي شرحناه، معناته البي سي بعد ما اعمل فيتش لهاي، بعد ما اعمل فيتش لهاي البي سي بتصفي، قلنا البي سي بتصفي 108 اللي هي الانستركشن اللي بعد البي اس اي، هاي اللي بده يرجع عليها، يعني اذا عملت كول لفانكشن لازم يرجع على الانستركشن اللي بعد الكول للفانكشن. هسه اتفقنا انه لازم يخزن هاي وين؟ على الادرس 300. فلاحظوا بي سي بتروح على ميموري اوف اي ار، انا بعد ما اعمل فيتش لهاي وديكود واكسكيوت، هاي بعد ما اعملها فيتش وديكود واكسكيوت شو بصفي؟ بصفي الاي ار قديش يساوي؟ يساوي 300 صح؟ اللي هي الادرس اللي من الانستركشن، فالاي ار 300. فاول خطوه بتعملها هاي الانستركشن بالاكسكيوت انها بتودي البروجرام كاونتر على ميموري اوف اي ار، يعني راح تودي ال 108 وين تحطها؟ بالميموري اوف 300، يعني هون، يعني معناته هون راح يتخزن بالادرس هذا، راح يتخزن قديش؟ 108. حلو. بعدين بيعمل AR بلس 1 بتروح على AR، فال AR قديش هاي بالاكسكيوت احنا بنحكي، ال AR بتصفي قديش؟ 301. بعدين بيودي ال AR على البي سي، ال PC قديش بتصفي ال PC؟ ال PC بتصفي 301، وفعلا هاي ال PC صارت 301. هسه راح يعمل فيتش من وين؟ برجع زيرو على السيكونس كاونتر، يعني بده يعمل فيتش من جديد، راح يعمل فيتش اللي هي للانستركشن اللي على 300، بعدين 302 303. هسه اخر انستركشن هاي شو بدها تكون؟ هاي لازم انها شو؟ ترجع ال 108 تحطها بالبي سي، لان هاي اخر انستركشن بالسبروتين تبعي، فهاي ثابته. شو بدك تحط هون؟ ما فيش طريقه عندنا هون غير تحط له انه indirect branch unconditional لادرس 300. اذا نفذنا هاي شو معنى هاي تنفيذها؟ هاي اول شيء راح يكون الاي ار في قديش؟ 300 صح؟ 300. بعدين لانه indirect بده يجيب memory of 300 يحطها وين؟ بالاي ار، لانه indirect بصفي الاي ار قديش فيه؟ في 108 صح؟ ميموري اوف 300 اللي هي 108 بحطها بالاي ار. اول شيء لما ينفذ الانستركشن، لما يعمل ديكود بصير الاي ار فيها 300، بس لانه indirect بده يرد مره ثانيه، بيكون لانه هذا ادرس، الادرس ميموري اوف 300 بتروح على الاي ار. بعدين تنفيذ البرانش ان كونديشنال لحد هون هو بيكون عمل فيتش وديكود بس، هسه بده يعمل اكسكيوت. شو الاكسكيوت لها؟ ودي الاي ار على البي سي، فودي الاي ار اللي هي 108 بتروح وين؟ على البي سي. وقديش صفت البي سي؟ 108. برجع زيرو على السيكونس كاونتر، يعني بده هسه يعمل فيتش. من وين راح يعمل فيتش هسه؟ راح يعمل فيتش من 108، وفعلا هذا اللي احنا بدنا اياه، بدنا انه بعد ما راح على السبروتين يرجع وين؟ يرجع على ال 108 ينفذها، بعدين ال 109، بعدين ال 10A وهكذا، ال 10A وهكذا. فهي الامور، يعني الامور ستاتيك، بدهاش فهم، بدها تياسه. ماشي؟ كيف؟ انت بتيجي بدك تكتب سبروتين، ماشي؟ بتروح بتكتبه باي مكان بدك اياه، كتبته مثلا على ادرس 400، كتبت السبروتين تبعك على ادرس 400، انتهى السبروتين. طبعا هاي ما بتحطش انستركشن فيها، خليها فاضيه، بلش الانستركشنز تبعاتك من هون 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 قد زي ما بدك تكتب، ماشي. وبعدين اخر وحده كمان بتتركها،
ما بتحط فيها شيء عشوائي يعني ما